وكان اهم حاجه عندي بيجيلي دايما ناس بيشتكوا بالكرش او تراكم الدهون في منطقه البطن. زي ما قلت ان دايما الشخص اللي انا يعني بحطه على راسي وبخاف عليه موت وافضل اقنع فيه ونقنع في بعض، المريض اللي بيعاني من السمنه في منطقه البطن. ليه؟ لان زي ما قلت تخزين الدهون في منطقه البطن معناها او تساوي دهون على الكبد، كبد دهني، تساوي الم في الظهر والم في الركب، اكثر عرضه لمرض السكر والضغط والكوليسترول. عشان كده بنقول الشخص اللي بيعاني من دهون في منطقه البطن او مريض كبد نقدر نقول من ضمن الممنوع عليه نمره واحد لو بيدخن، ده ممنوع تماما. اتنين الملح والترشي والمخللات والاكل، الحاجات اللي بيقول اه لا ده عشان افتح نفسي، لا انا ما بفتحش نفسي انا بضر نفسي. الاسماك العالية الدهون زي التعابين، القراميط، كل دي سمك عالي الدهون مش من الحاجات الكويسه خالص. من الدهون السمنه والزبده، طلع موضه كل ما حد يشوفني يقول ايه انا ما باكلش بالزيت انا باكل بالسمنه، اصل السمنه دي حاجه طبيعيه حاجه مفيده. ما اختلفناش ان هي طبيعيه، ما كل الاكل طبيعي، بس نعرف لازم ناخد بالنا اولا الزبده السعرات الحراريه بتاعتها اعلى، تمام؟ ال 100 جرام دي 800 سعر. السمنه والزبده دي من الدهون المشبعه اللي بتترص ب 10 تسدها، يعني انا بسرع مشواري للدكتور. الجبن عالية الدسم، الجبنة مليانة دسم يا جماعة، مليانة دسم، سعراتها الحرارية عالية. ليه بقى بنقول اللقمة أم جبنة دي أغلب السيدات عندنا يمكن لما ياكلوا عيش بجبنة تقولك أنا ما باكلش وتنسى خالص إن هي أكلت، لأنها سهلة التحضير يعني بتتبلع بسرعة ما تعبش فيها فما بيحسبوهاش وجبة. بس لازم نعرف إن العيش أبو جبنة ده سندوتش جبنة سعراته الحرارية عالية جدا. من الخضروات الطماطم، البصل، الليمون، البتنجان، الفلفل، الشطه، دي برضو حاجات لازم نعرف ان هي من الممنوعات. من الفواكه البرتقال، اليوسفندي، التفاح، المانجا، الفراوله، كل دي برضو من الممنوعات على الشخص مريض الكبد. من المشروبات الشاي كتير، القهوه، الكركديه، المياه الغازيه، التمر الهندي، دي لستة الممنوعات. طيب ادي دي لسته من اللي هي الاشخاص اللي بيعاني من الكبد.